فيما يخص الندوه، حنا اليوم دايرين ندوه فيها اللي نسلطوا الاضواء على الانشطه اللي حنا بصدد الاشتغال عليها مع الاتحاد العام للمنتجين العرب. والحمد لله ان المغرب دابا اليوم اصبح رائد في هاد المجالات. كاين طبعا مجال السمع البصري الخاص يعني الفنانين الواعدين على غرار مسرح الهوات اللي كان من قبل، دابا غادي تكون سينما الهوات ان شاء الله باذن الله. وكاين فيلم ديال الطفل، احنا اليوم غادي نكونوا اول من غادي ينتجوا ان شاء الله بحول الله. وعاد عندنا الدوره الثالثه في مهرجان فنون الطفل العربي اللي هاد السنه هذه صراحه تفاجئنا لانه وفقت كل التوقعات اللي احنا كنا منتظرينها، بحيث السيرفر اليوم عامر عن اخره وباقي تقريبا ما يفوق على النص اللي مازال ما توصلش. احنا شغالين على سيرفر اخر باش نحاولوا نعطيو اكبر فرصه لاكبر عدد من المشاركين من العالم العربي. وعلى فكرة يعني السنة اللي فاتت كانت تقريبا مشاركة 800 طفلة وطفل عربي بما يفوق 450 عمل. السنة هذه كنتظروا يعني أكثر وأكثر، يعني احنا تفاجئنا بصراحة لا بالكم ولا الكيف، حتى القيمة ديال الأعمال اللي صيفطوا كانت أعمال رائعة متميزة. الندوة ديال اليوم اللي هي تتمحور حول يعني كذا مشروع من ضمن هاد المشاريع، لأن السيد الرئيس فات وتكلم عليهم. من هاد المشاريع كاين يعني شعبة الإعلام، شعبة الإعلام علاش وما هيتها، شنو هي الشعبة ديال الإعلام؟ شعبة الإعلام جات لتمثيل الاتحاد المنتجين المغاربة داخل المنظومة الكبرى ديال، يعني ملي كنقول تمثيل الاتحاد إعلاميا داخل المنظومة ديال الاتحاد العام للمنتجين العرب على طريق انخراطها وانضمامها للشعبة العامة للإعلام للاتحاد العام للمنتجين العرب. فإذا تمثيلية على المستوى الإعلامي والمواكبة لكل المشاريع والإنجازات ديال طبعا الاتحاد، هذا بالإضافة إلى تنظيم يعني لقاءات تواصلية اللي غادي تكون دورية وغتكون على طول السنة إن شاء الله ما بين رؤساء هذه الشعب على كل مستوى الوطن العربي، ثم ايضا تنظيم دورات تكوينيه يعني هي منفتحه على هذا المجال، مجال الاعلام الخاص بالانتاج السمعي البصري. وايضا ان شاء الله يعني غادي نقولوا تظاهره اعلاميه كبرى اللي غادي يحتضنها ان شاء الله الرحمن الرحيم المغرب في القريب باذن الله، واللي غادي نعملوا جميعا على الاشتغال عليها وعلى تنظيمها. وكترحب يعني بكل الاعلاميين سواء على المستوى، بطبيعه الحال ما غاديش نقول سواء، فيها ان شاء الله كل الاعلاميين المغاربه المهتمين بهذا المجال، وايضا يعني المهتمين على المستوى العربي. وهذا واحد اللي خلق واحد الشبكه اعلاميه كبرى تهتم بهذا الشان. هذه النقطه بسرعه شديده. النقطه الاخرى، وحنا ان شاء الله الرحمن الرحيم مقبلين على انطلاق مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي خلال الايام، فبالاضافه لست شعب اللي كيشاركوا فيها الوليدات على مستوى كل الوطن العربي، الرسم والفن التشكيلي والفن الركح والمسرح المدرسي، والمهم 6 ديال الشعب اللي فاتوا ذكرهم السيد الرئيس. كاينه هناك ندوات علميه كما تعودنا اللي ان شاء الله يعني لي شرف الاشراف عليها وتنسيقها. طبعا فرحانه اليوم انني متواجده بالندوه الصحفيه لاتحاد المنتجين العرب بمناسبه انطلاقه الدوره الثالثه لمهرجان الطفل العربي الدار البيضاء. بالنسبه لهذه الدوره غادي تكون ماشي بحال السابقه، ان شاء الله غادي يكون حضوري، غادي نشوفوا وجود الوليدات اللي افتقدنا اننا نجمعوهم في هذه اللمه الفنيه، لان حتى الطفل خصو يتعطى شويه حقه في المجال. فان شاء الله انا كنرحب بكم في المهرجان، كنقول لكم ان الافتتاح غادي يكون ان شاء الله مع اميره الاطفال. مرحبا بالوليدات كاملين ديال مدينه الدار البيضاء، جايبه لكم جديد غنخليوها سوربرايز حيت ما بقى والو ان شاء الله المهرجان. مرحبا بكم، مرحبا بكم في المهرجان والمهرجان ديالكم كاملين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.